الفعاليات مستمرة، احنا من الصبح عندنا كمان الجو هنا حلو قوي، عندنا هنا في العالمين يعني مقارنة بالقاهرة وبالحرارة الشديدة اللي موجودة في المدن التانية. فاحنا معانا دلوقتي على التليفون الفنانة الجميلة جدا هالة صدقي. مساء الخير. مساء النور يا حبيبتي. احنا كان نفسنا ان حضرتك تكوني موجودة معانا هنا بقى في العالمين. ما هو أنا في العالمين بطريقي للمطار إن شاء الله للكويت بإذن الله. طيب بما ان حضرتك كنت في العالمين لازم تنقلي لنا انطباعاتك ومشاهداتك للمدينة الجميلة دي. هو الحقيقة أنا أساساً أول واحدة سكنت في منطقة الساحل الشمالي من التسعينات، والحقيقة يمكن أنا قبل ما أخلف كنت بقعد في الشتاء أكتر ما بقعد في الصيف، لأنه طبعا من أجمل مدن العالم يعني. يعني عكس ما احنا الناس كلها بتيجي بس 3 شهور الصيف، حضرتك كمان كنت بتكوني موجودة طول السنة. الشتاء أحلى من الصيف طيب مع يعني، وجود بقى والجميل العالمين طبعا اتفضلي. الجو يعني الجو مش ممكن تلاقيه في أي حتة في العالم. طيب العلمين بقى نفسها، العلمين الجديدة والتطور اللي حصل فيها والبنى والممشى، حضرتك شفتي ده ازاي بقى؟ عينيكي شافته ازاي؟ هو عين الفنانة. فرح كبير، فرح حاجة تفتخري بيها كمصرية، إن عندك حاجة جميلة وتيك وبلاش حلو ومية حلوة وممشى رائع وكل الحاجات اللي ممكن تشوفيها. الحقيقة أنا ما شفتش ده لا في فينيس ولا في كان ولا في أوروبا كلها. اللي موجود عندنا ده مش موجود في أي حتة في العالم، ده حقيقي وحاجة في يعني للشعب المصري كله، يعني اللي يقولك لا لطبقات معينة لا الكلام ده مش حقيقي. الفن دوره ايه في انه يعني يلفت الانظار لمدينة جميلة زي مدينة العلمين تحديدا وطبعا الساحل الشمالي كله؟ هو طبعا ان احنا هو يمكن المطربين اكثر، الحفلات المباريات الرياضية، الحاجات البحريات، الرياضات البحرية نهتم بيها وحضرتك أصلاً أكثر. كمان رياضية جداً يعني، فدي حاجة بالضبط. يعني أكيد بتحبيها كمان وبتشدك. بالضبط. ف يعني احنا هنا في مجال واسع قوي قوي لمليون حاجة تتعمل، ممكن نعمل عروض أزياء للناس هيحصل. العالمية المشهورة. هيحصل، بس احكي ممكن تجيبي أسامي كبيرة كمان أكبر وأكبر وتعزمي الفنانين العالميين، أنا يعني لازم دول أنا يتعزموا وييجوا، لأن دي دعاية لمصر. مش عايزة أعطل حضرتك، وحضرتك في الطريق للمطار وتوصلي بالسلامة وترجعي لنا بالسلامة، بس احنا كنا مبسوطين جدا ان حضرتك موجودة النهاردة معانا في كل الزوايا على اون تي في، والمرة الجاية تكوني أشكر معانا بقى في الاستوديو هنا في العالمين لما ترجعي بالسلامة ان شاء الله. شكرا جدا لحضرتك بإذن الله يا حبيبتي إن الفنانة شاء هالة الله صدقي، إن شاء الفنانة الله. الجميلة، شكرا جدا لوجود حضرتك معانا. بعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم من العالمين الجديدة وكل الزوايا.